لو هتكون خارج محافظتك، اعرف إجراءات تصويت الوافدين في الاستفتاء. تسهيلات عديدة أتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات أمام الوافدين بالخارج لإتمام عملية الاستفتاء، منها تخصيص لجان بمقر اللجان الأساسية في جميع المحافظات يصوت فيها الوافدين، عمل لجان للوافدين في المناطق ذات الكثافات العالية من العمال مثل العاصمة الإدارية وشرم الشيخ والغردقة، تيسير التصويت للوافدين بمجرد الاطلاع على بطاقات الرقم القومي، تدوين أسماء المصوتين في كل لجنة مع توقيع أسمائهم، التركيز على صبغ إصبعهم بالحبر الفسفوري حتى لا يتكرر التصويت في أكثر من لجنة، وبذلك تكون الهيئة الوطنية للانتخابات ذللت كافة الصعاب أمام الوافدين للإدلاء بأصواتهم. شعب مصر العظيم، إن الإدلاء بالرأي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية حق لكل مواطن متمتع بحقوقه السياسية، وفي الوقت ذاته فإنه واجب عليه، واجب أمام الله وأمام الوطن وأمام أبنائنا وأحفادنا، واجب بحكم الضمير الوطني قبل نصوص القانون، واجب لا يتخلف عن أدائه إلا من كان متخاذلا في موضع الإقدام، أمانة لا يقعد عن أدائها إلا من كان مقصرا في حق نفسه ووطنه.